أنا منت السمنودي، ولا أعرف عن طفولتي سوى ما سمعته من معلمي وأبي الروحي كاهن معبد مدينة منديس، الذي قص علي قصة طفولتي فقال: سلمك لي فلاح من البحيرات الشمالية وأنت في الخامسة من عمرك، وكانت تبدو عليك ملامح الذكاء والنجابة. ولما سألوا الفلاح من أكون، قالوا بأني ابن الإله حورس الذي زاره وسلمني له وأوصاه برعايتي. منذ تلك الحكاية أصبحت ابنا لمعلمي الذي علمني القراءة والكتابة بعدة لغات، كما علمني الطبابة والسحر والكهانة. ولدت مختونا وعشت في معبد سمنود ذي الأسوار السبعة، وتعلمت وعلمت وعرفت أسماء جميع الآلهة، وقرأت كافة الألواح المرسلة من الآلهة، حتى أصبحت كاهنا وأنا في الثامنة عشرة من عمري. كما أنني لم أذق في حياتي سمكا أو لحم خنزير، وحياتي التي عشتها في زمن الإسكندر الأكبر وزمن خلفائه من المقدونيين البطالمة كان زمنا آمنا لي، خاصة أنه تهيأ لي أن أتعلم في معبد الإسكندرية وجامعتها ومكتبتها. في النهاية، وبعد أتقنت حينها كل الخطوط المصرية وكتبت بها مع الإغريقية والفينيقية والعبرية والآرامية والسريانية، وبعد أن زرت معابدهم جميعا واطلعت على ألواح الشعوب وما تركوه وكتبوه، حينها أمرني الملوك البطالمة بأن أكتب تلخيصا كاملا لتاريخ مصر وآلهتها وأسرها منذ المحارب الملقب بنرمر إلى وصول الإسكندر. أنا منت السمنودي. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة. كل حاجة وليها تخصص، يعني مثلا على سبيل المثال لو درس حضرتك وجعك مش منطقي انك انت هتروح لدكتور عيون، ولو عينيك والعياذ بالله تعبانة مش هتروح لطبيب الأسنان. إذا حتى في الطب كل حاجة ليها تخصص. التاريخ مثلا على سبيل المثال كل واحد بيبقى متخصص في جزئية معينة من التاريخ، يعني مثلا التاريخ الإسلامي لازم يبقى ليه مصادر. نتكلم مثلا عن الدولة الأموية، لما نيجي نتكلم في الدولة الأموية لازم يبقى عندنا مصادر، لما نتكلم في الدولة العباسية لازم يبقى فيه مصادر. إذن عندنا في التاريخ الإسلامي في مصادر في تاريخ، مفيش مصادر يبقى أنت بتهبد من عندك. وأنا عندي لما ببص في التاريخ الإسلامي بلاقي مجموعة من الكتب ومن المراجع الكبيرة، ابن القيم، ابن كثير، ابن الأثير، كل دولت مجموعة كبيرة، السيوطي، ناس كتيرة جدا لما تيجي تقرأ لها هتطلع منها مصادر للتاريخ أو لفترات من التاريخ الإسلامي. And Darnell, a professor of Egyptology at Yale University. So to be an Egyptologist of the sort I think that we need to see in the modern world would require knowledge of the written material, ability with all the scripts, including the cursive scripts, and knowledge of the architecture, the art, the religion,
the whole gamut of pharaonic civilization. ولكن في الحضارة المصرية القديمة بتمتاز عن بقية كل التاريخ إنها ليها مصادر متعددة ومتنوعة، يعني مش مصادر كتابية فقط ولا من خلال الكتب، ولكن أشياء كتيرة جدا وناس متخصصة وعلم كبير اسمه علم الإيجيبتولوجي، وتيجي تلاقي ناس متخصصين إن هم يهبدوا في التاريخ، وكل من هب ودب يخش ويتكلم في الحضارة المصرية القديمة. تيجي تقول لها مصادرك ايه؟ او انت اللي بتؤمن بكلامها مصادرك ايه؟ ما انتش عارف اساسا المصادر. خلينا بس كده نتكلم علشان الموضوع يبقى على نور. لما نتكلم في الحضارة المصرية في عندنا اكتر من مصدر. Have you ever gone into an Egyptian temple and wondered what's written on the walls or seen these statues and thought about who they were and what they represent? If you study Egyptology, you can learn all of that and more because Egyptologists learn about ancient Egypt, its culture, its society, its religion, and its language. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لحضرتك إن عندنا هرم زوسر اللي بناه الملك زوسر، ولما أقول لك إن هرم خوفو اللي بناه الملك خوفو، إيه اللي يأكد لي إن الهرم ده اللي بناه الملك خوفو؟ الحقيقة عندنا أكتر من مصدر متعدد بيثبت الكلام ده. أول حاجة عندنا في التاريخ المصري القديم وهي الآثار، زي الأهرامات، زي المعابد، زي المسلات. هتلاقي الكتابة بالخط الهيروغليفي في العصور القديمة، هتلاقي دايما الأسرات القديمة الخط الهيروغليفي، دايما الخط هو الخط الرسمي، الخط الهيروغليفي. هتلاقي ناس تقول لي جوه الأهرامات في كتابات، طبعا في كتابات، وجوه الأهرامات في توابيت. عشان الناس اللي تقول لك إن الأهرامات دي مش مقبرة، سوري، دي ناس مش فاهمة حاجة، دي ناس مش دارسة. واحد أساسا تلاقيه بره مصر عمره ما جه مصر ولا عمره زار أي أثر موجود جوه مصر ويقول لك ويفتي عن الحضارة المصرية. واحد تخصصه أساسا مش تاريخ ولا يعرف حاجة عن التاريخ، معلش، ويدخل نفسه في التاريخ. يعني عندنا مثلا في الأهرامات في الكتابات اللي بالخط الهيروغليفي اللي بتتكلم مثلا زي متون الأهرامات، في عندنا على المسلات بالخط الهيروغليفي، وسبق وتكلمنا عن المسلات، ولكن الناس تقول لك أصل هي بتوزع الطاقة وبتوزع الهبل وبتوزع الهبد. احنا احفاد الفراعنة 6000 سنة حضارة، والف من عندي يبقى 7000. شبه حب العزيز الربع بقرش، حلو ولذيذ الربع بقرش. تاني حاجة عندنا القوائم الملكية، يعني في عندنا حاجة اسمها القوائم، وأول حاجة فيهم هي حجر باليرمو. حجر باليرمو اتسمى باليرمو نسبة إلى إنه هو الجزء الأكبر من الحجر ده موجود في متحف باليرمو في صقلية في إيطاليا، وفي جزء من الحجر ده موجود عندنا هنا في المتحف المصري. حجر باليرمو بيتكلم عن وذاكر أسماء الملوك من عصر ما قبل الأسرات لغاية الأسرة الخمسة، يعني هتلاقي الملك خوفو موجود وبيكتب. الحجر ده نفسه اتكتب في عصر الأسرة الخمسة، يعني تقريبا من حوالي 2450 سنة قبل الميلاد. يعني الكلام اللي موجود عليه موجود من 4500 سنة، يعني الناس اللي كتبت ساعتها كتبت في الوقت الحاضر بتاعها، كتبت بقى لا في تحريف ولا في ان ده نقل عن ده. The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. التاني حاجة عندنا وهي قائمة الكرنك. جوه معابد الكرنك جه الإمبراطور العظيم تحتمس الثالث وأمر إن كل حاجة عن الملوك تتكتب وعن الأسرات، والقائمة دي اتعملت في قائمة كبيرة اسمها قائمة الكرنك، موجودة في معابد الكرنك، زائد الأعمدة، الأعمدة الاحتفالات والأعياد اللي موجودة والكتابات اللي موجودة في معابد الكرنك على الأعمدة أيضا بتذكر عندنا عن الملوك وعن الإنجازات اللي موجودة. والقائمة اللي موجودة عندنا في الكرنك كانت اتكتبت في داخل حجرة بتتسمى حجرة الأجداد. Ancient Egypt's empire stretched as far north as modern day Syria and as far south as today's Sudan. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. مش كده وبس، جه عندنا الملك سيتي الاول وبرضه حب ان هو يخلد اجداده، لان الملك سيتي الاول لما جه بعد كده لاحقا وبعد كده عندنا عصر الرعامسه، بالنسبه لهم الاسرات القديمه ده تاريخ، فحبوا ان هم يمجدوا. فجه سيتي الاول للمعبد بتاعه عندنا العرابه بتاعت ابيدوس، وراح برضه عامل قايمه
بكل الملوك وكتبوا عن الملوك وأسماء الملوك وإنجازات الملوك في الحضارة المصرية القديمة، بل إن هم ابتدوا كمان من أول الملك مينا. مش كده وبس، جه عندنا الملك رمسيس الثاني وكان فيه برضو قائمة اسمها قائمة سقارة، والكلام اللي أنا بقوله لك ده عندنا دي في أبيدوس موجودة، وعندنا قائمة سقارة موجودة برضو بالمتحف المصري، والملك رمسيس الثاني راح مسجل برضو كل الملوك بتوع الحضارة المصرية القديمة والإنجازات بتاعتهم. يعني الناس دي من آلاف السنين بيقولوا إحنا أصحاب الحاجات دي، إحنا اللي أنجزنا واحد واثنين وتلاتة، وإحنا اللي ملوكنا واحد واثنين وتلاتة. This stone alabaster perfume vessel still got the original contents running down the outside, and it's extraordinary to think that in some cases with the ancient Egyptians it's not just a question of the visuals. It's how to reach back in time into their world through other senses, the sense of smell, for instance, and to be able to smell the things they smelled, the cinnamon, the lotus, the cedar. في عندنا كمان برضية اسمها برضية تورين. البرضية دي للأسف إنها رغم إنها متقطع منها أجزاء، ولكن هي محفوظة طبعاً في الخارج. البرضية دي متسجل عليها أيضاً الملوك الحضارة المصرية القديمة بإنجازاتهم ومحفوظة في الخارج. يبقى أنا بقول لحضرتك أول حاجة أثار، تاني حاجة كل القوائم، كده وبس؟ لا طبعا. دي بقى اللي قدام حضراتكم لوحة النصر الشهيرة الخاصة بالملك ميرم بتاح، ولكن هي أصلا كانت للملك أمنحوتب الثالث، وهي بتذكر من هنا انتصارات الملك أمنحوتب الثالث على الليبيين، وآخر أسطر من هنا عن كنعان اللي اتقال عليها حكاوي وسبق واتكلمت فيها. من أهم الحاجات اللي انت ممكن بنفسك تشوفها أيضا عن الحضارة المصرية وعن إنجازاتها، انك انت تروح متحف زي المتحف المصري، او انك انت تروح متحف الحضارة، او مثلا المتحف المصري الكبير اللي هيتفتح. لما تروح بنفسك وتبص على القطع الأثرية اللي موجودة وتشوف الخطوط المصرية القديمة، سواء بقى من خط الهيروغليفي او الهيراتيكي او الديموتيكي او كل الخطوط اللي انا بقولها لك دي، هتلاقي ان هما مش بيكتبوا بس الاسماء في بعض القطع وبعض البرديات، اللي بيكتبوا كل حاجة عن الملك ده كان امتى وازاي وتعمل الاثر ده ليه وكل حاجة بالتفصيل. هتلاقي ان الميزة بتاعت الحضارة المصرية ان الكلام ده منقوش، وده اللي بينقلنا لمصدر مهم ايضا وهو المؤرخين القدامى. الفكرة لما تتحول لرسم او لنحت بتتخلد، واعرف ان بعد الاف السنين الناس لما تشوف الرسم والنحت ده هيقولوا ان البلد دي كانت بلد عظيمه مليانه فنانين ومهندسين عبقره. مين بقى عندنا من المؤرخين القدام؟ اول واحد هيكاتا المالتي. هيكاتا المالتي ده اللي جه هنا في مصر من الاغريق، جه في سنه 520 قبل الميلاد، يعني جه هنا في مصر من 2550 سنه وكتب عن الحضاره المصريه القديمه. وجه عندنا هيرودوت اللي جه من بعدها تقريبا كان في عام 455 قبل الميلاد، ورغم ان هيرودوت عنده اخطاء، ولكن على كل حال هيرودوت ايضا سجل حاجات كتيره عن الحضاره المصريه. Darius himself on his throne in Babylon feared Philip. مانيتون السمنودي. في عصر بطليموس الثاني لما جه عندنا مانيتون السمنودي وهو كان كاهن، وبطليموس الثاني عينه كبير كهنة سمنود. بطليموس الثاني كان عنده وعي ثقافي وعمل إنجازات كتيرة لمصر، وبالتالي كان مهتم بالحركة العلمية. وعندنا مانيتون السمنودي الحقيقة ما كانش مقصر نهائي، لأنه هو ابتدى إن هو يكتب تاريخ مصر كاملة، كتب تاريخ مصر كاملة، بل إن هو كمان وقسمها عبارة عن الأسرات اللي احنا معروف عندنا الـ30 أسرة، وأيضا كان عمل كتاب الجبتانة. كتاب الجبتانة المهم جدا اللي بيتكلم عندنا عن الأصفار والإصحاحات، اللي هي يعتبر الكتاب المقدس في الحضارة المصرية القديمة. إزاي المصريين القدماء بكل الديانة في الحضارة المصرية موجودة في كتاب الجبتانة؟ والغريب إنك هتلاقي متقسم سمع عندنا لصفر وبداية الخلق وبداية الخلود ازاي ونون والمحيط الأزلي، وكانت الدنيا عبارة عن ماء وضباب فقط، وكان في بيضة كبيرة وبعد كده حصل الانفجار الكبير.
كل ده موجود عندنا في كتاب الجبتانة وهو بيشرح. وأيضا لما اتكلم عنهم مانيتون السمنودي عن تاريخ مصر. والحقيقة إن مش غريب جدا علينا إن احنا نعرف إن في عهد بطليموس الثاني لما اتعملت غربلة جديدة للديانة اليهودية وللتوراة اللي هي الترجمة السبعينية اللي حصلت، كان الكلام ده كله في عصر بطليموس الثاني. مانيتون كان مطلع على حاجات كتيرة، لذلك اليهود عندهم مشكلة كبيرة مع مانيتون السمنودي. ولكن على كل حال هتلاقوا إن مانيتون السمنودي هو يعتبر من ضمن الأعمدة الأساسية في كتابة التاريخ المصري. This is the Kahun Papyrus. It details the prescriptions and spells used to tackle illnesses suffered specifically by women. ايضا كمان في عندنا غير هيكاتا القديم، في عندنا هيكاتا الابداري اللي هو من ابديرة اللي كان جه في عهد بطليموس الاول، وايضا كتب كتير عن الحضارة المصرية. هتيجي تجمع كل ده هتلاقي كمان بالاضافة ان الوثائق والمراجع الحديثة اللي بتتكلم عن الحضارة المصرية، هتلاقي كل المصادر دي بتجمع بأن هي معلومات واحدة، تجيب من هنا تجيب من هنا هتلاقي مصداقية المعلومة واحدة. فلذلك لما بنتكلم في الحضارة المصرية القديمة لازم الكلام يكون عن دراسة، لازم يا جماعة ما حدش يلعب بعقولنا. ما يجيلكش حد يقولك أصل الطبق الطائر وشعاع معرفش إيه والمسون أصلهم إيه ويجيب لك كفتة على سجق على كباب ويقولك أنا بتكلم في الحضارة المصرية. يا جماعة من فضلكم الحضارة المصرية أكبر من كده بكتير. أتمنى أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. ما ننساش الدعم بقى بالتشجيع باللايك والاشتراك، واشوفكم على خير. السلام عليكم.